لو السيسي يغير من البنزين للغاز الطبيعي علشان يقلل من عوادم السيارات بسبب محطات الكهرباء لتكوين كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء، ج لتكوين كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء، د تعاني البيئة من ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في السنوات الأخيرة. تمام؟ عشان إحنا عايزين عوادم ما فيهاش ثاني أكسيد كربون كتير، فالغاز الطبيعي هيقلل نسبة العوادم دي، فمش هيخلي ثاني أكسيد كربون كتير. حضرتك ممكن تعيدي رقم جيم تاني؟ بسبب محطات الكهرباء، اكتبوا معايا يا أولاد، بسبب محطات الكهرباء وعوادم السيارات وقطع الغابات. وقطع الغابات، هنرجع تاني لقطع الغابات للنبات. النبات بيخلصنا من ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. عشان عمليه ايه؟ البناء الضوئي. البناء الضوئي. خلاص يا حبايبي، البناء الضوئي. يبقى كانوا عليه احنا الغاز، العربيات اللي معموله بالغاز دي مش وحشه، دي حلوه لينا جدا جدا، عشان بتقلل لنا نسبه العوادم، بتقلل لنا نسبه ثاني اكسيد الكربون عشان ما يعملش اختناق واحتباس حراري. يبقى نعيد الاجابه تاني، بسبب محطات الكهرباء، بسبب محطات الكهرباء وعوادم السيارات، وعوادم السيارات وقطع الغابات. اقلبي معايا يلا صفحه 22. يلا حبايبي، يلا صفحه 22. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. تمام؟ أول واحدة صح. برافو عليكي، أول واحدة صح وتاني واحدة صح. أول صح. وتالت واحدة غلط. واحدة غلط. هي الكليات ورابع واحدة صح. سهل كل شيء. هو الجو صح. ب يسمى النيتروجين بالأزوت ومعناه عديم صح. صح. جيل. صح. جيل. غاز النيتروجين عديم اللون والطعم والرائحة. وسهل ما غلط. ليه؟ وكلمة سهل دي انا هنصوبها صعب. صعب. برافو عليك. شيلي سهل واكتبي صعب. شيلي سهل واكتبي صعب. د يسمى غاز النيتروجين ايضا بالازوت ومعناها عديم الحياة. صح. صح. اي ما هو نفس السؤال اللي كان فوق. اختاري الاجابة الصحيحة لكل مما يلي. اختار الاجابة الصحيحة لكل مما يلي. واحد، شكل غاز النيتروجين نقص 78%. برافو عليك. 78%. 78%. 78%. يكون بروتينات. يكون النيتروجين او يكون النيتروجين أهم جزء في البروتينات. ثلاثة، من خصائص غاز النيتروجين لا يساعد على الاشتعال. لا يساعد على الاشتعال. النبي صفحة 23. خليها يميس تدريبات الوحدة الثانية. ده علامة صحة وخطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح العبارات غير الصحيحة. أهو قال لك يا حبايب قلبي إيه؟ مع التصويب. يعني لازم تصوبي. لازم تكتبي السؤال في الامتحان كويس جدا جدا علشان تعرفي إن هو مع التصويب ولا من غير التصويب. هنا بقى مع تصحيح العبارة غير الصحيحة. تثبت بكتيريا العقد الجذرية في النباتات البقولية زي البرسيم والفول. الترمس والعكس والفاصوليا كل اللي غلط. الاكسجين مثل الفول والبرسيم اكسجين الهواء الجوي. النيتروجين بتثبت الاكسجين. بتثبت نيتروجين الهواء. شيل الاكسجين واكتبي النيتروجين والاشاره غلط. شيل الاكسجين واكتبي النيتروجين والاشاره غلط. شيلي من الاكسجين واكتبي النيتروجين والاجابه غلط. ب يحتل غاز الاكسجين 78%. غلط. النيتروجين. غلط. النيتروجين. يفضل حارس لكن ده النيتروجين.
اكتبي 21%، شيلي 21% قصدي 78% واكتبي 21%. علي مش انا شلت الاكسجين مهم جدا، ركزي على السمع. ما ينفعش نشيل نستخدم ماء كبير الرائق اللي هو الشفاف اللي مترشح. الاسبوع الجاي 3/5، الاسبوع اللي بعده في اكتشف وجود غاز ثاني اكسيد الكربون لانه يكون جميل. فاضل دقيقه وزوم يخلص. معلش لانه يكون انت هتفتحي زوم تاني ولا لما الدقيقه دي تخلص يبقى كده خلاص؟ اكتبي بس دلوقتي، اكتبي لانه يكون كربونات الكالسيوم، لانه يكون كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء، التي لا تذوب في الماء، التي لا تذوب في الماء. اشرح. طبعا دي مش هتجيلك في الامتحان لان احنا خدناها في امتحان العملي. اشرح كيف تحصل على غاز الاكسجين من فوق اكسيد الهيدروجين او ماء الاكسجين اللي هو تحضير الاكسجين. يا بنات اللي احنا حضرنا الاكسجين، جهاز التحضير وتجربه التحضير اللي جات لكم في امتحان العملي. طب باه غاز ثاني اكسيد الكربون من الخشب، لما نحرق الخشب عند احتراق الخشب يتصاعد CO2، بس اكتبي بس عند احتراق الخشب يتصاعد غاز CO2. التجربه السؤال الرابع ما بيجيش لانها جت في امتحان العملي اللي هو الجهاز اللي قدامنا ده، وبيقول لك الماده 1 اسمها ايه، الماده 2 اسمها ايه. خلاص الماده 1 كربونات الكالسيوم وهي ما بتجيش عشان انت عندك عمل.